مساء الخير ومساء الوقفات الوطنية اللي تشرف. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج مجتمع واعي. أمس كان يوم حافل ويوم وطني، يوم أثبت فيه كل بحريني حبه وفزعته حق ديرته في مثل هذه الظروف الصعبة. اللي تابع وشاف بعينه أرقام أو المبالغ والمساهمات الوطنية سواء كانت من مواطنين أو تجار أو مستثمرين بيعرف معدن البحريني الأصيل. بالتأكيد لولا مشاهدين الكرام حملت فينا خير، حملة مو بليوم واحد أبد، وباب المساهمات راح يظل مفتوح لنهاية شهر رمضان المبارك. أكيد الخير فينا وفي كل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن، تعلمنا وتربينا عليه وصار جزء من حياتنا. البحرين وطننا كلنا، البحرين وطن يستحق وقفة عياله في هذه الظروف، البحرين وطن يستحق شعب واعي وشعب ما يتخلى أبدا عن وطن. مشاهدينا حديث طويل وفقرات متنوعة بانتظارنا في حلقة هذا اليوم، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. نبدأ معاكم مشاهدينا بأبرز أخبار اليوم، حيث أجرى جلالة الملك المفدى اتصال هاتفي مع فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات. وأعرب جلالة الملك المفدى عن أحر التعازي والمواساة للرئيس ترامب والشعب الأمريكي الصديق في الذين قتلوا أو فقدوا حياتهم من المواطنين الأمريكيين بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا، مؤكدا جلالته على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه الجائحة العابرة. وأشار فخامة الرئيس الأمريكي بإجراءات البحرين في ضوء الأزمة الراهنة، وأكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأي مساعدة في مكافحة هذا الوباء. وقد عبر جلالة الملك حفظه الله ورعاه عن بالغ الشكر لفخامة الرئيس على هذا الموقف، وطمأنه جلالته على نجاح البحرين في السيطرة على هذا الفيروس في هذه المرحلة. أشاد أيضا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أشاد بالتجاوب الكبير الذي أبداه المواطنين مع الحملة الوطنية في نخير لتمثل أروع صور التعاضد والتلاحم والتكافل في المجتمع البحريني، حيث هب الجميع وتسابقوا للمشاركة والمساهمة في الجهود الوطنية للتصدي لوباء كورونا. سموه أكد أن نجاح الحملة جاء تجاوباً مع المبادرات الكبيرة التي أطلقها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لحفظ سلامة مملكة البحرين وجميع من عليها من المواطنين والمقيمين منذ بداية ظهور هذا الوباء، حيث وضع صحة المواطنين والمقيمين على رأس أولويات. طبعاً وقال سموه أننا نهدي نجاح هذه الحملة إلى قائد هذا الوطن وراعيه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. كما أكد سموه أن شعب البحرين أثبت أننا جميعاً على مستوى المسؤولية، وأن حب الوطن والقيادة الحكيمة لسيدي جلالة الملك راسخ في قلوب متجذر في الوجدان.
كشفت الأستاذة نادية المريسي القائم بأعمال مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم أن البوابة التعليمية قد شهدت أكثر من 5,700,000 زيارة منذ بدء تعليق الدراسة في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي. كما أكدت تمكن الوزارة من التعامل الإيجابي السريع مع 40,705 طلب دعم فني للمستخدمين من خلال صفحة مخصصة لذلك بالموقع البوابة. طبعاً أضافت المريسي أن مع الإقبال المتزايد على استخدام البوابة حالياً فقد لجأت الوزارة إلى تطوير خدمة الدعم الفني للمستخدمين من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وغيرهم لمعالجة أي مشكلة تتعلق بالدخول عليها كتفعيل الحسابات أو نسيان كلمة المرور لضمان استخدام خدمات البوابة دون أي معوقات. وأيضا أعلنت شركة بنفت عن تحقيق قفزة كبيرة في عدد المعاملات والمدفوعات عبر تطبيق بنفت بي تزامنا مع تفعيل الإجراءات الاحترازية لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد. طبعا بالتزامن مع المساعي الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 بالمملكة وتزايد استخدام الجمهور لخدمات تطبيق بنفت بي بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي المدفوعات المالية الإلكترونية عبر خدمة فوري بلاس 103 103 ملايين دينار بحريني خلال شهر مارس الماضي. وشهد استخدام التطبيق زيادة بنسبة 27% بالمقارنة مع شهر فبراير 2020، وازدياد أيضا توجه المستخدمين للدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة لكيو آر خلال الشهر نفسه بنسبة 43% مع زيادة استخدامهم لخدمات نظام التحويلات المالية الإلكترونية. نطلع فاصل ونواصل. بحرين ويا شمس النهار إذا ارتأت يا درة الحسن البديع بما حوت أضفت على الكون الرحيب رحابة تمشي كما تمشي العروس إذا مشت ضمن جهود وزارة الداخلية تلعب المحافظات دورا كبيرا في التواصل مع المواطنين والمقيمين وتوعيتهم من الإجراءات والتدابير الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا. واليوم راح نسلط الضوء أكثر على دور محافظة المحرق في تنفيذ توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية لبحث آلية عمل تخفيف كثافة العمالة الأجنبية في مناطق سكنهم كإجراء احترازي ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الجانب يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد سلمان بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق. مساك الله بالخير طال عمرك. مرحبا أهلا يا هلا بالأخت العزيز الولوة وبالأخ العزيز فواز. أهلا سعادة المحافظ. مرحبا أهلا وسهلا. مرحب طال عمرك. يعني للمحافظات دور مهم في الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة في موضوع العمالة الوافدة والحاجة الماسة لتخفيف الكثافة العددية في مناطق سكنهم. قبل أيام أكد معالي وزير الداخلية على دور المحافظات في هذا الشأن، وبالأمس كان في اجتماع من اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد للتأكد من تنفيذ الإجراءات والضوابط الاحترازية على العمالة
العمالة الوافدة، ما الإجراءات التي اتخذتها محافظة المحرق تحديدا في هذا الشأن؟ عد قبل الإجابة الأخت لولو، عندي بعض الرسائل يعني أود توجيهها. خذ راحتك طال عمرك. سلم. أنا شاكر طبعا لهذا البرنامج ومقدمينا والمعدين وكل الطاقم الجميل اللي يتحفنا يوميا ببرنامج يعني الكل تقريبا يستمع ويشاهده في البحرين وخارج البحرين، ويكفي شرف يعني كلمة جلالة الملك الله يحفظه يعني كانت من خلال هذا البرنامج. والرسالة الثانية يعني تهنئة من أهالينا في محافظة المحرق لسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله الشيخ خليفة، يشكرون الرب سبحانه وتعالى على عودته سالما غانما إلى بلده الحبيب بالصحة والعافية. ويعني يهمني جدا وبقرب شهر رمضان المبارك أن أتقدم إلى القيادة العزيزة وإلى شعب البحرين العظيم وإلى أهلي في محافظة المحرق وإلى الأمة العربية والإسلامية، يعني أتقدم لهم بالتهاني والتبريكات داعيا المولى عز وجل أن يكون شهرا مباركا على جميع دول العالم إن شاء الله. أما الإجابة على سؤالك الأخت العزيزة لولو، يعني يهمني جدا أن نقدم بداية الشكر الجزيل إلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله على الجهود الحثيثة اللي قدمها تجاه الإجراءات والضوابط الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا للعمالة الوافدة والعمل على سلامة الجميع مواطنين وعمال وافدة. أما اجتماع معالي الوزير حفظه الله مع الأخوة المحافظين توجيهات اللي صدرت من معاليه فقد نفذت بحذافيرها طبعا، نعم، بالتخفيف من العمالة وسط الأحياء السكنية ونقلهم خارج المدن والقرى، وهذا ما تم مع الأخوة. أنا شاكر طبعا ومقدر للمديرية وكذلك للأخوة في إدارة الدفاع المدني لوضع خطة لتلك العمالة في عملية النقل إلى مبان ومنشآت بس بتكون خارج مدن وقرانا، وهذه طبعا يعني أهم يعني التوجيهات اللي صدرت من سيدي معالي وزير الداخلية في الاجتماع اللي تم مع الأخوة الأعزاء المحافظين. نعم، لابد أن في هناك جزء كبير يقع على عاتق المحافظة وهو مسؤولية توعية العمالة الوافدة. ما هي آليات المحافظة في توعية هذه العمالة والتواصل معهم؟ احنا يعني من بعد يعني الاجتماع اللي تم مع معالي الوزير يعني نفذنا التوجيهات بما فيها يعني التقرب من العمالة الوافدة بأي طرق سواء بالنشرات ولا بالإعلام ولا يعني حتى الوصول لهم من خلال تجمعاتهم سواء في الأسواق ولا أماكنهم
ونقل طبعا يعني كل ما يطلب منهم خلال هالفترة دي لتعيش مملكة البحرين. فكانت يعني لها صدى يعني من قبل الوافدين العمال الموجودين في أرض المحرم. نعم، أيضا من أهم الإجراءات هو الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وخصوصا المحلات التجارية، وهو أمر أساسي ضمن جهود الحد من انتشار فيروس كورونا. إلى أي مدى تلمسون تجاوب من المواطنين والمقيمين على حد سواء في هذا الجانب؟ وهل يعني تلاحظ بأن هناك أيضا في تطبيق لهذا الإجراء؟ والله أنا يعني من جولاتي يعني اللي قمت بها سواء في الأسواق ولا في التجمعات في الشوارع، يعني لاحظت يعني ملاحظة أنا يعني استنست منها، وهي تفهم يعني المواطن البحريني والمقيم كذلك لكل ما يصدر يعني من تعاليم، وخاصة ما يتعلق بالأمور الصحية. أنا مطمئن للحال الموجود الحالي الآن. نعم. وأيضا أمس انطلقت حملة فينا خير، ومن الملاحظ أن مساهمات القطاع الخاص تشهد حالة من التصاعد في هذه الفترة، سواء من خلال تخصيص مباني أو دعم لأعمال التعقيم، وأيضا شفنا المساهمات المالية والعينية. كيف ترى هذه الإسهامات والذي تندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية؟ والله أنا يعني سرني كثيرا يعني استجابة المواطنين، وكذلك بعد يعني هالناس اللي عاشوا على أرض مملكتنا العزيزة من الوافدين، قدموا لنا الشيء الكثير. يعني الكل يعني يتصل سواء بالمحافظ ولا بالمحافظة، مقدم يعني كل ما يملك من عمارات من منشآت، يقدم حتى بعد الأغذية وكل ما يتعلق بأمور العمالة الوافدة، كذلك حتى بعد يعني قال بسهل لكم مأمورية النقل والمعيشة كذلك. فأنا يعني مقدر وشاكر يعني للجميع هذه النخوة العربية اللي طبعا ما بعيدة سواء على البحرين ولا على أهل المحرق. شاكر ومقدر هذه الجهود. نعم، كل شكر لك سعادة السيد سلمان بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فواز الذي سوف يستعرض لنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل فواز. شكرا للوى. طبعا راح نستعرض معكم مشاهدينا الكرام آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الموافق 18 أبريل 2020 يوم السبت، حيث بلغت الحالات القائمة 1011 حالة. وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 1008 حالات، فيما يبقى 3 أشخاص تحت العناية، نتمنى لهم طبعا الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما المتعافين فيبلغون حاليا 755. الوفيات بلغت 7 حالات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. قد أجرت مملكة البحرين فحوصات مختبرية لأكثر من 82 ألف شخص، وهي النسبة التي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم السبت في مملكة البحرين رصد 29 حالة أو حالة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 29 حالة. طبعا هذا كل اللي عندنا اليوم بالنسبة للإحصائيات، والعودة لأشل وتفضلك. شكرا لك فواز، الله يحفظ البحرين وأهلها وديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك المفدع أيده الله. Thank you.
مشاهدينا الكرام، الصحافة المحلية في مملكة البحرين لها دور كبير وبارز في زيادة الوعي والتثقيف، وتساهم في ارتقاء المجتمع انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، طبعا ذلك من خلال صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي. بالتأكيد فواز، مشاهدينا خلنا نتابع معاكم أبرز ما تناولته الصحافة البحرينية لهذا اليوم في التقرير اللي أعده لنا الزميل محمد شكري. أبتدي مع صحيفة الوطن اللي عنونت في صفحتها الأولى فينا خير تحصد أكثر من 21 مليون دينار في 24 ساعة، مؤسسات اقتصادية وشخصيات وطنية تلبي نداء البحرين. حصدت حملة فينا خير التي دشنها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أكثر من 21 مليون دينار حتى مساء أمس، حيث بلغت 21 مليون و81 ألف دينار، وقد افتتح سموه الحملة بمبلغ مليون دينار من حسابه الشخصي لتتوالى أسهامات المؤسسات الاقتصادية وشخصيات وطنية، بالإضافة إلى مجلس النواب والشورى، حيث حرصت على نداء تلبية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وانطلقت حملة فينا خير من أجل دعم الجهود الوطنية المباركة للتصدي لفيروس كورونا. أما صحيفة الأيام اللي عنونت في صفحتها الأولى في بيان لوزير المالية باسم المجموعة العربية بالبنك الدولي، البحرين تدعو للحد من تداعيات كورونا الاقتصادية، حيث أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن مجموعة البنك الدولي تمتلك القدرة على لعب دور مؤثر للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا. أما صحيفة أخبار الخليج اللي تصدر في صفحتها الأولى وكيل الصحة ميزانية مفتوحة لإجراء الفحص في البحرين، وحدات فحص متنقلة في سوق واقف للمواطنين والمقيمين، حيث أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع أن الرعاية الطبية والصحية التي توفرها مملكة البحرين للمواطنين والمقيمين المصابين فيروس كورونا جاءت بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشددا على أن الأولويات هي تقديم الخدمة الصحية للجميع مهما كانت كلفتها. وفي صحيفة البلاد نقرأ 172 مليار دولار تضخها دول الخليج لمواجهة كورونا، البحرين الأعلى خليجيا بتخصيص حزمة ب 30% من الناتج المحلي، حيث تسيدت مملكة البحرين قائمة نسبة الحزم التحفيزية الخليجية الخاصة بالتصدي لتداعيات فيروس كورونا، حيث خصصت البحرين 11.4 مليار دولار ما يمثل 29.9% من نسبة الناتج المحلي للعام 2019. وننتقل إلى صحيفة أخبار الخليج اللي نشرت مقالا للكاتب الصحفي محمد المحميد بعنوان شكرا حملة فينا خير، وقال فيه نجاح حملة فينا خير هو نجاح لفريق البحرين ونجاح لكل من يعيش على أرض البحرين، وهو تأكيد لخيرية هذا الوطن وخيرية المواطنين والمقيمين وخيرية المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والتجار. هذا الإقبال الكبير والحميد في مبادرة حملة فينا خير لدعم جهود الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا دليل على أن البحرين فيها كل الخير، وأن المسؤولية الإنسانية والوطنية والمجتمعية راسخة وثابتة في نفوس الجميع، وأنه متى ما نادى الوطن فإن الجميع يلبي النداء. في مملكة البحرين يد تبني، يد تحرس، يد تفحص، يد تعالج، يد تعمل، يد تنجز، يد تدعو إلى الخير، أيادي المواطنين والمقيمين معا كلها من أجل الوطن، وهو بالتمام ما تبعناه كمثال واحد فقط بين آلاف الأمثلة والنماذج في قيام الشابة البرتغالية الجنسية والمقيمة في البحرين التي أعلنت أنها تسهم في خدمة البحرين لأنها وطن المحبة والخير والسلام. شكرا حملة فينا خير، طبعا هذا كان عنوان مقال الكاتب الصحفي محمد المحميد اللي ذكر فيه أن نجاح حملة فينا خير هو نجاح لفريق البحرين ونجاح لكل من يعيش على أرض البحرين. طبعا راح نتكلم أكثر عن هذا المقال، ويسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الكاتب والزميل العزيز الصحفي محمد المحميد. مسيك بالخير. مسيكم بالخير ونوري مرحبا وأهلا وسهلا بكم. يا مرحبا فيك، سعداء جدا بسماع صوتك ومتابعة أحمدتك وكل ما تطرق له في الصحافة المحلية. لو تحدثنا عن التفاعل المجتمعي الكبير اللي شهدت حملة فينا خير.
وبداية ما يميز البحرين في الفترة الحالية أن النجاح قاعد يجر نجاحات. صحيح. وأن هناك تنافس بين الجميع سواء كان مؤسسات أو أفراد وشركات ومؤسسات لخدمة الوطن. حتى المواطن الذي يتم في بيته هو أيضا قاعد يقدم خدمة لهذا الوطن. الجميع قاعد يشارك وقاعد يساهم. فلما بادر وأعلن اسمه الشيخ ناصر عن هذه المبادرة حملة فينا خير، بل وقدم النموذج والقدوة أنه هو أول من تبرع بمبلغ من حسابه الشخصي. هذه ما تصير يعني في أي بلد غير البحرين، وهذه يحسب للقيادة الرشيدة، يحسب للبيت الواحد، للشعب الواحد في هذا الوطن بقيادة سيدي جلالة الملك. التفاعل اللي حصل في مباراة فينا خير هو يأكد أن البحرينيين والمقيمين فيها أيضا فيهم كل الخير. تابعنا الطفل اللي تبرع من كسر حصالته لأن فيه الخير، وأنا أتصور أن هناك آلاف من الأطفال من تبرعوا ومن سيتبرعون إن شاء الله سواء في رمضان أو حتى في العيد من بيقدم لهذا الوطن. الكل قاعد يشارك، الكل عنده الروح الإيجابية. الشيء الحلو قاعد نشوف التنافس على الخير، التنافس لخدمة الوطن، وهذا الشيء يحسب للجميع لفريق البحرين الذي يقوده سمو ولي العهد الله يحفظه. الله يحفظه إن شاء الله ويطول بعمره. جميل جدا هذا التفاعل من الصحافة المحلية ومن كتاب الأعمدة في مثل هذه الحملات الخيرية، واللي بالتأكيد راح يكون لها صدى كبير لدى المجتمع. الكاتب الصحفي محميد المحميد، كل الشكر والتقدير لك. احنا من اطباء وطاقم طبي وامني، كلنا في خدمه الوطن، واحنا في خدمتكم وخدمه المواطن. واجبنا تجاه وطننا كبير، مهمتنا المحافظه على النظام العام والسلام العام. نتلقى في اليوم مكالمات عديده وعلى مدار الساعه، ونتحمل مسؤوليات وضغوطات كبيره. مهنه الطب ما لها وقت معين، اذا شفت حياه انسان معرضه للخطر اهد بيتي وعيالي وراحتي علشان راحته. سلامتك تهمنا وعلى رأس أولوياتنا. الطواقم الطبية والتمريضية جاهزة لخدمتك. تعقب أثر المخالطين وحصر عددهم يحتاج دقة وتركيز. كلما كبرت الدائرة زاد الخطر. وأنت واجبك تخبرنا في حال واجهت أي أعراض مرتبطة بفيروس كورونا، وتذكر أن الأعراض ما تعني النهاية. إنك تملي الإقرار الصحي بكل أمانة وبكل مصداقية. تعاونك معانا يضمن سلامتك وسلامة أهلك ووطنك. وفر أن الوقت يجب وخلي الشائعات توقف عندك، لأن الموضوع أما انتشار أو انحسار مثل ما حصل في دول كثيرة. من فضلك اقعد ببيتك والقرار فيك. ونقدر عاليا كل مواطن يشارك بوعي في إجراءات احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا. كلنا مجتمع واعي. حياكم الله مشاهد الكرام. حب البحرين وعشق هذه الأرض الطيبة تتجسد بمواقف يكتبها التاريخ في هذه المرحلة الاستثنائية اللي يمر فيها، فالكل يوقف مع الدولة والحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. أكيد فواز، وحب المواطنين والمقيمين لهذه الأرض شفناه يوم أمس بعيوننا من خلال الدعم والمساهمة للجهود الوطنية عبر حملة فينا خير اللي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. فينا خير قصة نجاح جديدة تكتب بقلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. هذه القصة تحكي تكاتف أهل البحرين وتعاونهم لدعم الجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا، فقد بادر سموه بالدعم والمساندة وفتح المجال لكافة المؤسسات والشركات والأفراد للمساهمة في هذه الحملة الوطنية. أتبرع أنا شخصيا بمليون دينار حق حملة فينا خير. قليل جدا، قليل، هذه قطرة في ماي باللي هي تستاهل مملكة البحرين.
فينا خير هي فرصة لتعزيز المواطنة ورد الجميل للبحرين اللي ضحت بالغالي والنفيس لحماية شعبها من فيروس كورونا. ولا تنسون هالشي، الملك الله يطول عمره باع كل شيء، وتعرفون الشرى شرى صحتكم وسلامتكم. نقدر نقدم اللي نقدر نقدمه اليوم ما يوفي بهالشيء هذا ولا يوفي بحق الله طول عمره. حملة فينا خير اللي أعلنتها المؤسسة الوطنية للأعمال الإنسانية تمكنت من جمع أكثر من 30 مليون دينار بحريني ليسطر أفراد مجتمعنا من مواطنين ومقيمين ملحمة جديدة تكشف عن قيم التلاحم والتعاضد المتأصلة في نفوس أبناء هذا الوطن. فبالفعل نحن كلنا فريق البحرين ومجتمعين فقط سنتمكن من مكافحة فيروس كورونا باتباعنا الإجراءات الوقائية والاحترازية. مملكة البحرين بقيادتها الكريمة أثبتت معدنها الأصيل في مختلف الشدائد، واليوم هي قادرة على التكفل بجميع التكاليف المترتبة على هذه المرحلة الاستثنائية، ولكن ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية هو الهدف الأسمى من حملة فينا خير، واللي بالتأكيد بتكتب فصل مشرف جديد في تاريخ أهل هذه الأرض الطيبة. قال الدكتور مصطفى سيد أمين عام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن حملة فينا خير لها هدف نبيل ولاقت صدى كبير وتفاعل في المجتمع البحريني. صحيح لولو، وأشار الدكتور مصطفى السيد خلال حديثه لمركز الأخبار إلى أن باب التبرع لحملة فينا خير ما زال مستمر. خلينا نتابع معاكم جزء من هذه الاستضافة من خلال الفيديو التالي. جهات كثيرة استيراد وآخرين ماشيين في تسجيل تبرعاتهم، وطبعا يحصلون التكريم والتخليد عن طريق نشر أساميهم، فالعملية مستمرة. نعم. وإحنا نشكر الجميع على هالروح الطيبة، والعملية تستمر إلى شهر تقريبا. نعم. وعندنا برنامج منظم من جميع النواحي، ثقوا يعني لإدارة هالموضوع من جميع النواحي حتى الناحية الإعلامية. شيء جميل صار اليوم إن في رغبة أيضا من الجالية الأجنبية في البحرين إنهم يريدون أيضا حملة عشان يساهمون. مواقف الجاليات الأجنبية معروفة في البحرين منذ تكي. البداية كيف البحرين حمتهم وفضلوا يكون في البحرين بدل ما يروحون لبلادينهم للعناية الكاملة. بس اليوم أيضا حصلت نوع من الضغط أن يريدون حملة للمساهمة، وإن شاء الله راح يكون عندنا حملة للجالية الأجنبية في البحرين يوم الجمعة، وقاعدين نخطط إن شاء الله معاكم، وعندنا موافقة من سمو الشيخ ناصر. نعم. ودعم كبير من وزيركم وزير الإعلام والأخ عبد الله خالد، فإن شاء الله الجزء الثاني من البرنامج يطلع مميز.
إجراءات مملكة البحرين بتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كانت استثنائية، وجهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد كانت مميزة، شهدت لها كبرى الدول والمنظمات العالمية. ولأن عملية التنمية لا تقتصر فقط على الجهات الحكومية، وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المؤسس الملكية للأعمال الإنسانية لإطلاق حملة مجتمعية لدعم الجهود الوطنية من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد. نعم فواز، وبنتجاوز إن شاء الله هذا التحدي وبيصير كل شيء ماضي وبيروح طي النسيان، ولكن بيبقى تلاحم الشعب وتكافل المجتمع هو الدرس الوطني الخالد واللي بنستذكره جيل بعد جيل. وللحديث أكثر عن حملة فينا خير وأثرها يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة النائب محمد بحمود عضو مجلس النواب. في البداية حدثنا عن أثر حملة فينا خير على المجتمع البحريني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً شكراً لكم على الاستضافة الأخ فواز والأخة الدكتورة لولو. يا مرحبا. ما يسعدنا كثير يمكن ابتساماتكم على الشاشة واللي تدعو إلى التفاؤل، وهذا شيء من الأمور المفرحة. اليوم الإنسان ود يسمع أخبار مفرحة، ولكن طلعتكم على الشاشة هذه إن شاء الله أن تكون هي يعني جزء من الأمل اللي تعمل لمملكة البحرين. أنا يمكن إذا سمحتوا لي بس كلمة مجتمع واعي، خلونا نقسمها إلى قسمين. المجتمع الواعي يمكن تتركز في أول وأهم أمر، وهو قيادة حانية أبوية شملت هذا الوطن طبعا بكل من يسكن فيه سواء كان مواطن أو مقيم. هذا العنصر الأساسي في هذا المجتمع، والكثير طبعا من المبادرات اللي يمكن أطلقها جلالة الملك يحفظ الله، ويمكن عرضتوه يعني قبل قليل في الشاشة، يعني الحزم المالية والأوامر. لعلي يمكن لو أتوقف قليلا بس عند كلمة سمو الشيخ ناصر عندما ذكر، وهذه يعني كلام يفترض يكتب بماء من الذهب ويكون شعار يعني حقيقي لنا كمواطنين في ولائنا وانتمائنا لجلالة الملك ولهذا الوطن. عندما ذكر أن جلالة الملك باع كل شيء واشترى صحة المواطن وسلامته، هذا أمر كبير. يعني اليوم لما تتكلم عن يعني بلد بحجم المملكة البحرين باقتصادها المتواضع، لم تنظر في مثل هذه الأمور الى 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 عواقب يمكن اللي ستحدث. وطبعا هذه الامور السلبيه راح تنعكس على كل دول العالم سواء دول فقيره او غنيه، لكن جلاله الملك يحفظ الله وصاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد قائد فريق البحرين، اللي فعلا يعني قدم شيء مبهر يمكن احنا ما نستشعره كمواطنين او معنيين، لكن اليوم الهم اللي تحمله القياده هم كبير. لعل الامر يمكن الثاني المواطن، وهو في في في, في تقسيمنا للمجتمع الواعي، المواطن طبعا البحريني ليست بغريبه عليه مثل هذه المبادرات. لعلكم كن بعد ذكرتوا ان 21 مليون دينار خلال 24 ساعه. لو نشوف حجم التبرعات اللي أتت، خلنا من الجانب يمكن الشركات الكبيرة والمؤسسات، من جانب المواطنين أمر يفرح كثير. ونقول حق المحن شكرا للمحن، لأن في النهاية تكشف لنا عن مقام وأخلاق هذا الشعب. شعب مملكة البحرين ليس بغريب عليه مثل هذه الأمور، بالعكس ضرب أروع الأمثلة يمكن على مر التاريخ. وهذه عوائد أهل البحرين يمكن لو نتكلم فيها ما راح نوفي طبعا شعب مملكة البحرين حقه في قضية التلاحم. اليوم هذا يمكن الأمر سطر ملحمة كبيرة طبعا على أرض مملكة البحرين في تماسك وتلاحم وبين الحاكم والمحكوم. شعب البحرين وقف وقفة يعني نوقف لها يعني بإكبار،
وإجلال لهذا الأمر اللي مثل ما قلت لكم ليست بغريبة على يمكن يعني مملكة البحرين. أعتقد يمكن أن ما نستغرب يمكن من هذه النتائج من العمل، وهو انعكاس طبيعي لما يتربى عليه هؤلاء المواطنين. لو نضرب مثال اليوم، إذا الأب ربى أبناءه على أمر جيد وطيب، فراح يكون انعكاسه على الناس وعلى الأب شيء ما تتصورونه، بالعكس. فكيف إذا كان المربي الأول هو صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى؟ هذه الروح اللي يزرعها اليوم في المواطنين البحرينيين هي هذا الانعكاس اللي نشوفه اليوم ونقول عنه إن شيء مهم مستغرب. فعلا مهم مستغرب، لأن أتى من قائد كبير استشعر يعني حجم يمكن الأمر الكبير الجلل اللي وصاب فيه العالم، فينعكس علينا طبعا احنا كدولة بسيطة ضمن منظومة كبيرة من دول العالم. فلذلك شيء يعني أمر بالعكس، يعني ساعات المحن تكون منح في النهاية، لأن تبين عن مقام هذا الشعب وهذه القيادة الواعية اللي ضربت أروع الأمثلة في قيادة هذه الشعب ومقدراته. بالفعل يعني هذا هو الحصاد، هذا وقت الحصاد، مثل ما تفضلت سعادة النائب، إن هذا يعني زرع صاحب الجلالة فينا بذرة الخير، والحين يا وقت الحصاد. يعني إذا نرجع حق سمو الشيخ ناصر، هو دائما يبادر في عمل الخير ودعم الجهود الوطنية، وهو قدوة للكثير من الشباب. إلى أي مدى أنت تعتقد أن سموه تمكن من زرع مبادرات الخير وثقافة العطاء لدى الشباب البحريني؟ يمكن لو بنقيسها على مبادرة فينا خير، يعني نروح بعيد. طبعا المبادرات كثيرة اللي يمكن لسمو الشيخ ناصر على يمكن دفع الشباب نحو العطاء نحو حبه لهذا البلد. في النهاية الشباب هم قادة المستقبل، هذه ما في شك. لذلك اليوم اطلاق هذه المبادرة، مبادرة التبرع اللي اطلقها، حققت الكثير، اكشفت عن كل يمكن الكنوز اللي موجوده في مملكه البحرين من مواطنين، واللي تعتبرهم الدوله فعلا هم يمكن المقوم الاساسي لهذا البلد. هذه يمكن شيء، بس لو واحد نذكره الان، ما نستطيع نعدد لكثير من الامور اللي اقدم عليها سمو الشيخ ناصر في مجال دعم الشباب في المجالات الانسانيه. لا شك ان هذا الشاب تربى على يد جلالة الملك يحفظ الله، فلذلك النتاج راح يكون فعلا ناجح، وراح نشوفه إن شاء الله يعني انعكاسه على مملكة البحرين كبير. بالفعل شكرا لك سعادة النائب محمد بو حمود عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. طبعا يسرنا ايضا ان يكون معنا عبر الهاتف السيد رامز محمد العواضي رئيس مجلس إدارة مجموعة رامز. مساك الله بالخير السيد رامز. يمسيكم بالخير والسعادة. يا مرحبا فيك، سعداء جدا بسماع صوتك. لو بسألك السؤال الأول، شلون تابعت المشاركة المجتمعية الكبيرة مع حملة فينا خير؟ والله لا، المشاركة كانت طيبة ومفرحة للجميع. صحيح، تفاعل المواطنين، تفاعل القطاع الخاص، المؤسسات، كيف كانت تشوفها؟ أشوفها طيبة وربنا يحفظ القيادة والفريق الذي يطمن البحرين، وجلالة الملك اللي ربي يحفظ جلالة الملك اللي حريص على صحة المواطن. صحيح صحيح. أخونا محمد أو رامز محمد العواضي، لو بنتكلم أكثر عن وعي المجتمع، كيف يشوف وعي المجتمع في هذه الجائحة، جائحة كورونا؟ الشعار ممتاز، مجتمع واعي. صحيح صحيح، الشعار ممتاز، مجتمع واعي وفعلا. نعم. اسم على مسمى. نعم، يعني لو نتكلم أكثر عن الآثار، آثار مثل هذه الحملات التبرع على المجتمعات، تبي تجيب المحبة والألفة بين المواطنين طبعا، والحب الأول للقيادة، ربنا يحفظ الجميع. صحيح. نعم صحيح.
سيد رامز، يعني لو بنتكلم أكثر عن تفاعل الجميع مع هذه المساهمات، المساهمة اللي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يحفظه في النخير، نعم، كيف تراها هذه المساهمة وكيف ترى هذه الحملة؟ هذه حملة ممتازة، وربنا يحفظ سمو الشيخ ناصر على المبادرة، والشكر كل الشكر للشيخ ناصر. طبعا ربنا يحفظه ويبارك فيه. الشيخ ناصر فارس في كل ميدان، ربنا يحفظه. صحيح. المشاركات العينية كيف تشوفها من قبل القطاع الخاص بشكل عام، من قبل المواطنين، مساهمات سواء عينية ولا حتى نقدية؟ النقدية ممتازة، والعينية الجميع حاضر لتقديم المساهمات العينية. بالفعل بالفعل، يعطيك العافية، كل الشكر والتقدير لك السيد رامز محمد العواضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة رامز، كل الشكر والتقدير لك. عملت وزارة شؤون الإعلام ومنذ تدشين الحملة على تسخير كافة إمكانياتها البشرية والفنية والتقنية للمساهمة في الجهود الوطنية لإنجاح الحملة في النخير عبر تغطية مباشرة استمرت 10 ساعات، واكبت تفاعل المواطنين والمقيمين من أفراد ومؤسسات في هذه الحملة. خلنا نشوف معاكم هذا التقرير ونرجع. جهود وطنية دؤوبة وتفاعل كبير سجله البحرينيون والمقيمون والمؤسسات الوطنية والشركات والبنوك والجمعيات والهيئات في مملكة البحرين مع حملة في نخير التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. حملة تضمنت تبرعاً ومبادرة أثبت فيها البحرينيون كعادتهم تعاضدهم ووقوفهم إلى جانب كل جهد وطني داعم ومؤازن لجهود مكافحة ومنع تفشي كورونا. اللهم لك الحمد، جلالة الملك الله يطول عمره بأوامره نفذ المطلوب، ضخ مليارات لدعم الاقتصاد في مملكة البحرين، ولكن حملة فينا خير هذه تعطينا الفرصة، تعطينا الشرف المشاركة، إن عشان يوم الحساب أوقف وارفع راسي وأقول أنا ساهمت بلادي وساهمت يوم وقت الشدة. وزارة شؤون الإعلام عبر كوادرها الوطنية المؤهلة والمدربة واكبت هذه الجهود والحملة الوطنية في بث مباشر عبر يوم مفتوح استمر لعشر ساعات، فتحت فيه المجال لتلقي التبرعات المالية والعينية عبر ساعات طويلة من البث المستمر. الحقيقة اليوم يعني أعتقد هو يوم وطني بامتياز، كما هي أيامنا دائما. البداية شكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد على مساهمته كمواطن محب، استطاع من خلال كلمة مؤثرة تحفيز الجميع. وقد تخلل اليوم المفتوح إجراء تغطيات خاصة ومقابلات تلفزيونية حصرية وتقارير تلفزيونية اشتملت على لقاءات ومقابلات تواكب حملة في نخير التي شارك فيها أبناء مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين بكثافة، التي تأتي دعماً للجهود الوطنية في مكافحة الفيروس المستجد. أعتقد اليوم من خلال تغطية استمرت لعشر ساعات أنتوا نلتوا فيها شرف المساهمة لخدمة بلدكم، فالشكر لكل من ساهم في هذه الحملة ولكل الجنود العاملين خلف الشاشة. هذا دور الإعلام، يعني إذا لاحظتوا أمس قمنا بتغطية تلفزيونية من خلال تقرير بسيط للعاملين في المختبرات في الساعة 4 الفجر. كان الهدف من مثل هذه التقارير أن إحنا مهما تعرضنا لضغوط في ظل هذه الظروف الاستثنائية، هناك من يعمل على مدار الساعة ويعرض نفسه للخطر، فما نملك إلا أن احنا يعني نقف احترام وتقدير لكل مواطن ومقيم يسعى لخدمة البحرين كلهم في مجاله. كما سخرت وزارة شؤون الإعلام إمكاناتها الفنية والتقنية والبشرية لإنجاح هذه الحملة الوطنية، وعملت منذ الساعات الأولى للحملة التي انطلقت في الساعات الثانية من مساء الجمعة وحتى منتصف ليلة السبت على استضافة العديد من الضيوف والمتحدثين والخبراء عبر الأقمار الصناعية
محققة نسبة مشاركة وتفاعل كبيرين. مثل ما تشوفون اليوم هناك تسابق لخدمة البحرين، كل أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة بتوجيه من صاحب الجلالة الملك أيده الله، ومتابعة من صاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد حفظهم الله. فالتحية للجميع، التحية لقوة دفاع البحرين، وزارة الداخلية، الصحة، رجال الإعلام ورجال الأعمال كذلك، وكل من ساهم بعمل صغير فهو كبير. ومثل ما قال سمو الشيخ ناصر، البحرين تستاهل وتستاهل أرواحنا. فشكر الجزيل لكل من ساهم في هذه الحملة، فعلا البحرين تستاهل. وتواصلت التغطيات والربط المباشرين عبر استديوهات تلفزيون البحرين لتغطية جهود المؤسسات والجهات الحكومية في حملة مكافحة فيروس كورونا، والتي تم بثها مباشرة عبر شاشاتنا الوطنية ضمن رسالتها الإعلامية الوطنية التي تستنير برؤية جلالة الملك المفدى. حقيقة رسم البحرينيين خلال حملة فينا خير صورة جميلة من التعاضد والتكاتف. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز أبل، عضو مجلس الشورى. دكتور، نمسي عليك بالخير، ونحب نعرف حملة فينا خير شنو أثرها على المجتمع البحريني، وشنو فوائد مثل هذه الحملات الوطنية؟ أهلا بخير، وشكرا لكم هذه الاستضافة. حتما فعلا حملة فينا خير لشانها سمو الشيخ ناصر وضعت المجتمع، وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم. يعني ما في واحد يقدر يقول ما أقدر أقدم شيء أو ما أقدر أقدم المطلوب. الأساس فيها أن احنا كلنا نقف صف واحد ضد هذا الفيروس، في ننتظم خلف جلالة الملك وخلف القيادة لتقديم كل ما هو ممكن. بالتالي وضعت المجتمع فعلا أمام مسؤولياته. اللي ما يقدر يقدم شيء مادي، على الأقل يقدم شيء معنوي، يلتزم بالتوجيهات، يلتزم بالتعليمات. وبالتالي الكل في موقع مسؤول، وكل الكل واحد مسؤول. إذا مش مسؤول فقط عن آخرين، مسؤول على الأقل عن نفسه واللي حواليه. وبالتالي نستطيع فعلا أن احنا إذا ما فينا خير، الخير هو ليس فقط تقديم شيء ملموس، وإنما تقديم أيضا عمل أو التزام، أو على الأقل تقديم قدوة ونموذج. وأنا أعتقد اليوم الجميع مطالب بأن يكون جزء من الحملة التي دشنها سمو الشيخ ناصر، واللي فعلا تستجيب لتوجيهات جلالة الملك ومتابعة صاحب السمو رئيس الوزراء، والعمل الدؤوب الذي يعني دشنه صاحب السمو رئيس ولي العهد الأمين بصفة النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. هذه الحملة كلها مطلوب أن احنا ما نخلق فيه ثغرات ونسدها، ونعمل على تعزيزها فعلا حتى ننتصر على هذا الفيروس القاتل، والفيروس اللي احنا يعني امامنا فقط شيء واحد، ان احنا نقف صف واحد وسند واحد وجدار واحد لمنع التسرب للمجتمع والاثر والتاثير على عدد اكبر من المواطنين. نعم، يعني دكتور، من شوي سمعنا سعادة الدكتور مصطفى سيد يتكلم عن أن حتى المقيمين في مملكة البحرين ينمون القيام بحملة لجمع مساهمات. يعني بعد هذه الحملة، هل تعتقد بأن ممكن البحرين تشهد حملات أكثر في جوانب أخرى؟ يعني هو أكيد في عديد من الأوجه. بعض مثلاً بعض الناس اللي ممكن، يعني مثل ما تفضل الدكتور، ممكن للمقيمين، لأن احنا عندنا المقيمين أنواع. في مقيمين عندهم أوضاع مالية جيدة ممكن يسهمون، وفي ناس عندهم قدرات على التواصل مع فئات معينة، لأن احنا ما نقدر نتواصل مع فئات كبيرة. عندنا العاملين الأجانب، وعندنا فئات معينة من لغات مختلفة. فأعتقد اليوم كل فئة ممكن تسهم في حماية المجتمع، لأنهم جزء من الآن جزء من المقيمين عندنا، وهم جزء من الحفاظ على سلامة البحرين وسلامتهم أيضا. فأعتقد بالعكس هم مطلوب منهم ايضا، يعني ومشكورين على هذا الدور، لان هم ايضا يتاثرون بهذا الوضع. ولا يستطيع احد يقول انه والله انا لاني مقيم ولست مواطن لن اتاثر او لن اتضرر. بالتالي هم يمكن يكونوا قادرين يصلون الى العماله الاسيويه بلغاتها المتعدده، بثقافاتها المتعدده، يوعونهم. وجانب اخر ايضا انه في ناس قد يكونوا محتاجين حتى لابسط ما يمكن، كمامه او معقم يد،
نعم. وبالتالي احنا دورنا هذا كمواطنين وكمقيمين ان نوصل ما يمكن ايصال لهؤلاء الناس حتى نحميهم، وبالتالي نحمي المجتمع ونحمي الجميع ونتضافر في الحماية المجتمعية بحيث نخلق نوع من الوعي الزايد والوعي الجيد الذي يواجه هذا الوباء ويساعد الحكومة الموقرة ويساعد الدولة على الوقوف أزاء كل الإصابات وكل الحالات. نعم، يعني مثل هذا التكاتف اللي احنا قاعدين نشهده اليوم يعبر عن معادن الشعوب وأصالتهم، شو تعني لك هذه الجملة دكتور؟ والله يطول العمر انا بحريني مضيت انت بحريني وايد، لكن هذه حقيقه، الحقيقه ان احنا تميزنا في هذه الفتره بان بدون ما يكون في فرض لحاله منع لحظر تجول الاغلبيه عندنا التزموا فعلا بالبقاء في منازلهم، التزموا بالتوجيهات الصادره من الاداره العامه بالدوله، وايضا التزموا بانهم يعينون المسؤولين، وهذه خصله ايجابيه الحقيقه جدا ميزت وتميز الشعوب دائما. في شعوب قد تكون اضطرت الدولة أن تفرض عليهم حظر تجول وتستخدم حتى في بعض الإجراءات قسرية، أنا الحمد لله الدولة لم تضطر لهذا الوضع لأن في العديد خلينا نقول الأغلبية التزمت والأغلبية كانت حذرة وحريصة، وبالتالي هذا يدل على هذا الخصال الراقي جدا بالنسبة لشعب البحرين أيضا وبالنسبة للمقيمين الحقيقة يعني. وأعتقد أنه هذه ثقافة يجب تعزيزها، أنه الالتزام بالقانون والالتزام بالتوجيهات وأيضا الحرص على مساندة الدولة في الأوقات الصعبة بخلق قدوة ومثل عليا بحيث أن يكون الجيل القادم يتعلم من هذا الجيل الحالي. نعم الدكتور عبد العزيز أبل عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. مساهمة المواطنين البحرينيين في الحملة الوطنية في النخير تدل على حجم حبهم ووقفتهم اللي تعودت عليها في الرخاء والشدة من أجل هذا الوطن الغالي. بالتأكيد لولو، يعني في هذا الوقت شفنا تكاتف وتعاون جميع المواطنين لتخطي هذا التحدي الصحي. خلونا نتابع معاكم تفاعل المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحملة في النخير. يا حي دار العز حيها بلدنا، أصداء كبيرة لحملة فينا خير وأرقام كثيرة لأجل البحرين ومشاركات كانت من الصغار والكبار لأجل هالديرة. دار النفوس الطيبة والسخية، تفاعلت القلوب واتحدت في هالحدث الكبير اللي خلانا نشعر بالفخر والتعاضد بيننا كأبناء لهذا الوطن المحب. كلنا فينا خير لأجل بلد الخير. حيها نبع القلوب الوفية اللي لجلها والغلاها اتحدنا، دار النفوس الطيبة والسخية. حياكم الله من جديد. سيدات ورجال الأعمال كان لهم دور كبير في حملة في النخير من خلال مساهماتهم ومشاركاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والتشجيع على المساهمة في هذه الحملة. طبعا الحديث أكثر معنا عبر السكايب سيدة الأعمال الأستاذة خلود القطان. مساك الله بالخير أستاذة خلود، لو بنتكلم معك عن نظرتك للتفاعل مع حملة في النخير، شلون شوفين هذا التفاعل؟ فينا خير طبعا، فينا خير البحرين فيها خير، وطبعا هاي الجهود اتت للمساهمة في جهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس الكورونا كوفيد 19 بقيادة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد الامين الاول رئيس مجلس الوزراء، اتت تنفيذا لتوجيهات سمو صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة رئيس مجلس امناء المؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه وممثل جلاله الملك في دائره الاعمال الانسانيه وشؤون الشباب والرياضه.
طبعا حملت فينا الحين اتت للطلب الهائل، الناس اللي دائما تسال انه شنو ممكن نقدم، ماذا ممكن ان نساهم. فاتت هذه الحمله لان الناس تريد ان ترد العطاء لاجل البحرين. احنا طبعا كل خير من البحرين، البحرين ما قصرت، البحرين فيها كل الخير. البحرين اتت واهتمت في التعليم وفي الصحه وبيت امن ووفرت لنا الامان. جاي الوقت اللي احنا لازم نرد مؤسسات، رجال اعمال، سيدات اعمال، قطاع خاص، افراد، كل من راح يساهم ودي يساهم بهذه الحمله. تبرع مالي، تبرع عيني، هذا واجب ان احنا نتكاتف ونفعل ونوفر مبدا الشراكه المجتمعيه هاي وقته. والحمد لله احنا شفنا امثله كثيره، وراح نشوف اكثر واكثر. هاي العشر في البحرين، ما في البحرين. شفنا الكثير متطوعين، اعلام، فريق طبي، من بالصف الاولى الداخليه، الحرس، جميعا الدفاع المدني، كلهم مشكورين. كذلك انتم الاعلاميين، كلكم جهودكم جباره ومشكورين عليكم. توصلون لنا الاخبار، توصلون لنا التعليمات، كل شيء لي داخل اقرب بيوتنا، واحنا قاعدين مرتاحين. في ناس فرق تعمل ليل نهار، يعني ما تتوقف. نشكرها ونقدرها منها. اعتقد البحرين راح تطلع من هذه الازمه اقوى بكثير. البحرين الصغيره بحجمها اللي اثرت العالم وليس الوطن العربي فقط بجهودها، لان نعم في البحرين عم يصفرها عندنا قدرات وجهود وانجازات طاقه العالم كله مفتخر. سيدة الأعمال خلود القطان، كل الشكر والتقدير لك على هذه المداخلة وهذا الاستفسار الجميل عبر السكايب، وهذا يعني الكلام الطيب لولوة من سيدات الأعمال من القطاع الخاص. لما تشوفين اليوم الكل متفاعل مع هذه الحملة، الكل قاعد يؤدي دوره، الكل يشجع عياله. أنت قبل شوي تكلمتي عن أطفالك وعيالك شلون كانوا حابين هذه الفكرة، فجميل جدا أن هذه الحملات تؤتي بثمارها. أكيد جميل جدا، يعني مثل هذه حملات عززت فينا المواطنة. صحيح. يعني إذا كان عندنا خطة وطنية نبي نقيس أثرها، أعتقد إحنا وصلنا منتهاها. يعني أتوقع أن الفريق اللي قاعد يشتغل على تعزيز الانتماء والولاء إحنا أثبتناه. اللي صار أمس ملحمة وطنية. صحيح. اللي صار أمس مو تبرع بفلوس، هاي تبرع بحب. فواز خلنا أقول لك من المواقف اللي استوقفتني، يعني بعض الناس كانوا يكلموني يقول أنا أخجل وأنا أطق المبلغ. هذه البحرين، هذه لو أعطيها عمري أصير مقصر. فشفت الدموع، أنا كل ما كان كل ما كنا نشوف الأرقام تتصاعد كنا نحس إن الأرقام تدخل حساباتنا الشخصية. مو يعني لأن فعلاً إحنا نعرف إن البحرين مو محتاجة هذه المبالغ. البحرين عطتنا فوق ما نتخيل في هذا الوقت الصعب، ولكن كانت المساهمات فعلاً تعبر عن حبك وانتمائك لهذا الوطن، تعبر لنا ان احنا مهما الظروف اللي بنمر فيها البحرين عندها ناس توقف معاها. احنا خلاص اعتقد اللي صار امس احنا مستعدين نواجه اي شيء يا فواز. بالضبط، احنا ضربنا اروع الامثله للجميع. الله يحفظ البحرين ان شاء الله واهل البحرين وقياده البحرين، ويديم علينا الامن والامان في قياده جلاله الملك المفدى، الله يحفظه ويرعاه. فاصل مشاهدينا الكرام وراجع لكم مره ثانيه. يعد إنفاذ القانون أحد المقومات الأساسية في تعزيز الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وبعد مرحلة من التوعية وتعريف الجمهور بالإجراءات الواجبة، بدأت شرطة خدمة المجتمع مباشرة الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتعمدون عدم ارتداء الكمام أثناء تواجدهم في الأماكن العامة والمحلات التجارية، فيما زاد عدد المخالفات التي تم تحريرها للمخالفين عن 74 مخالفة في رسالة تؤكد للجميع أن الالتزام هو حماية للفرد نفسه وحماية للمجتمع. كما يتم مراقبة الإجراءات المعمول بها داخل المحلات التجارية والتركيز على مبدأ التباعد الاجتماعي والسماح بدخول أعداد محددة للتسوق أو الحصول على خدمة معينة، بما لا يسمح بوجود أي شكل من أشكال الازدحام. طبعاً في هنا اللي حاطين لك الاستيكرات على أساس أنها تلتزم، كل بين جاري مسافة متر، وما شاء الله ملتزم. عزيزي المواطن والمقيم، إن التزامك بالإجراءات والتدابير الموضوعة بكل دقة
هو الطريق لأمانك وسلامتك، وهو الطريق الأمثل للخروج من أزمة كورونا. فلا علاج إلا بالالتزام، وأن تظل في منزلك ولا تغادره إلا للضرورة. ولذا نرجو الالتزام وتمنياتنا بالسلامة للجميع. حياكم الله من جديد. صرح سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بأن مديريات الشرطة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق مخالفي القرار الوزاري بالتزام مرتادي الأماكن العامة والمحال التجارية والصناعية بارتداء الكمامة، باعتبار ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح كذلك أن عدد المخالفات المضبوطة منذ بدء تنفيذ القرار تجاوز 100 مخالفة، بعدما كانت شرطة خدمة المجتمع قد نفذت حملات توعوية للتأكيد على أهمية استخدام الكمامة بالأماكن العامة في حالة قضت الضرورة وخرج المواطن أو المقيم من منزله للحصول على الاحتياجات الضرورية والمعيشية. بالفعل، وأضاف أيضا أن هذه الإجراءات القانونية تستهدف في المقام الأول سلامة الفرد من منطلق أن حمايته لنفسه حماية لمجتمعه، منوها في الوقت ذاته إلى أن التقيد بمبدأ التباعد الاجتماعي من بين أهم الإجراءات الواجب الالتزام فيها في طوابير الانتظار أو أثناء التسوق، من خلال الحرص على أن لا تقل المسافة ما بين أي شخص وآخر عن متر. أكيد، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب في الاستديو مجتمع واعي بالنقيب الدكتور عبد الله ناصر البوفلاسة، ضابط بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، ونمسي عليك بالخير. يا مرحبا. يعني لو بنتكلم عن مديريات الشرطة، ما هي قاعدة تباشر الإجراءات القانونية بحق مخالفي القرار الوزاري بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال التجارية والصناعية بارتداء الكمامات، لو نتكلم عن أهم هذه الإجراءات. في البداية مسي عليكم وعلى السادة المشاهدين بالخير، وبداية قبل أن نتكلم عن هذه الإجراءات دعيني أسلط الضوء على الخلفية القانونية لهذه القرارات لكي تتضح للمشاهد الكريم مدى تكامل المنظومة التشريعية في مملكة البحرين. فقد نص دستور مملكة البحرين في المادة 20 بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ونحن نتكلم عن مخالفة ارتداء كمامات، مخالفة قرار وزاري بارتداء الكمامات، عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمحال التجارية. نعم. فلو نسأل ما هو تعريف المخالفة في القانون البحريني، من خلال استقراء قانون العقوبات المادة تحديدا 99 عرفت المخالفة. المخالفة هي فعل أو امتناع عن فعل يقرر له جزاء وفقا للمادة 103 من نفس القانون بمقتضى قانون أو قرار وزاري أو مرسوم ملكي، ونحن نتكلم اليوم عن قرار وزاري. فمخالفة هذا القرار، المادة 103 في قانون العقوبات حددت عقوبة المخالفة أن هي الغرامة التي لا تتجاوز 5 دينار. نعم. وكذلك المحال التجارية والمحال الصناعية أمر واضح يمكن للناس، فدعيني أوضح ما هو المكان العام. نعم. يمكن المكان العام شوي الناس تقول شنو هو المكان العام. المكان العام سلم شاء الله باختصار هو المكان المفتوح اللي يسمح لأي شخص أن يرتاده. على سبيل المثال للحصر، الشوارع، الشواطئ العامة، الحدائق، وكذلك فالإجراءات المتبعة في حال ضبط شخص مخالف المكان العام أو في المحل التجاري، الإجراء اللي بيتخذ تحرر له مخالفة كالمخالفة المرورية، مخالفة بأنه هو خالف هذا الإجراء. ولكن الفرق هنا عن المخالفة المرورية أن تحصيل المخالفة سيكون فوري. نعم، سيكون تحصيل فوري. في حال امتنع عن دفع المخالفة سيحرر محضر من قبل مأمور الضبط القضائي المختص، وستحال الأوراق للنيابة للنظر والتصرف في هذا الأمر، وهنا قد يواجه عقوبة أشد وفقا لقانون الصحة العامة. نعم. يعني لو نرجع شوية بس نعم. للموضوع. نعم. أصل لبس الكمامة، احنا قلنا أن في ارتدائها في الأماكن العامة مو ضروري، صح؟ مثل ممارسة الرياضة في المكان في الأماكن العامة. نعم. هذه هل يجب يقتضي لبس الكمامة في هذا الوقت أو لا؟ الاستثناء سلام شاء الله صار في هي اللي في ممارسة الرياضة فقط. نعم. نعم، ولكن الأماكن العامة ما زال ارتداء الكمامات ملزم فيها. نعم. يعني الحالة الوحيدة اللي ممكن هو ما يلبسها إذا كان داخل السيارة أو إذا كان يمارس الرياضة. مو يمشي في مكان عام. نعم. ولكن أنت داخل السيارة ما علي، لكن لما بتطلع من السيارة بتروح شارع ولا بتروح محل تجاري ولا بتدخل لابد أن تلبس الكمامة. مطلوب. طبعا نقيب عبد الله، هناك جوانب مكملة من بينها طبعا موضوع التباعد الاجتماعي، هنا تكمن مسؤولية المواطن وأصحاب المحلات. نعم. ماذا عن مسؤولية الطرفين؟ نعم،
هذه أمر أول شيء، عودة المحلات التجارية للعمل هذه أمر يبشر بالخير، يبشر عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي. وأصحاب المحلات التجارية عليهم مسؤولية بأنهم يراعون ما جاء في قرار وزيرة الصحة في هذا الشأن. فالقرار 26 جاء لتنظيم تدابير التباعد الاجتماعي في هذا الشأن، وأهم ما جاء في هذا القرار هو ضرورة أن يعين صاحب المحل عامل أو أكثر لتنظيم حركة الدخول والخروج في المحل، مراعاة عدم الاكتظاظ في المحل، وأن تكون هناك ملصقات على الأرض تبين مكان وقوف الأشخاص فيها لكي تضمن مسافة لما يليق عن متر مربع لكل شخص يتسوق. وكذلك واجب على الموظفين المحلات التجارية والمحلات الصناعية ارتداء الكمامات، بل يجب عليهم منع دخول مرتادي المحل اللي مو بلابسين كمامات. يعني في المحل التجاري الموظف يجب أن يمنع أي شخص يدخل إذا ما كان مرتدي الكمام. والمسؤولية هنا سلمك الله مسؤولية مشتركة. طبعاً الهدف من هذا القرار هو تحقيق الصحة العامة، والصحة العامة هي مسؤولية مشتركة على الدولة وعلى المواطنين والمقيمين وكذلك أصحاب المحلات. فالدولة مسؤولة ومعنية بتحقيق الصحة العامة، وذلك وفق دستور مملكة البحرين في المادة الثامنة، فقد قرر بأن تعنى الدولة بتحقيق الصحة العامة، ولكن كذلك المواطنين لهم دور فعال والمقيمين. يجب الدولة عليها أن هي تحط لك القرارات والأنظمة والتدابير اللي تضمن الصحة العامة وتأكد على تنفيذها. المواطنين يجب عليهم الالتزام بما قررته الدولة في هذا الشأن. وكذلك أصحاب المحلات التجارية عليهم الالتزام بالقرارات هذه، وإن شاء الله الله يحفظ البحرين من هذه إن شاء الله. وإحنا نعول في الأول والأخير على وعي المجتمع البحريني، اللي فعلا إحنا بدينا نلاحظ أن منذ إلزامية لبس الكمام إحنا فعلا بدينا نشوف أن الكل قاعد يلتزم بلبس الكمام. في حالة رصد أي مخالفة من قبل الجمهور شلون ممكن أنه هو يتقدم بهذا؟ يعني هل ممكن أنه هو يبلغ؟ هل في أرقام معينة أو أنه لا هذه مو وظيفته حاليا، هذه وظيفة المفتشين؟ طبعا لا، هو ممكن يبلغ، بالعكس حق التبليغ مكفول للجميع. فإحنا دولة المؤسسات والقانون، طبعاً القانون يحمي يكفل الجميع حق التبليغ. ممكن يبلغ على 3 ساعات، وهم بدورهم بيواجهون الجهات المعنية والمختصة لرصد هذه المخالفة. صحيح. أخي عبد الله، هناك أيضاً أمور واجبة دعت لها وزارة الداخلية في بيانها الأخير، منها عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. أهمية هذا الإجراء في إطار الجهود الوطنية للحد من كورونا. نعم، لله الحمد مملكة البحرين بالجهود الوطنية المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، وبالمتابعة المباشرة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله، أثبتت للعالم أجمع قدرتها على احتواء هذه الأزمة. صحيح. واتخاذ قرارات وإجراءات مدروسة في الأوقات المناسبة لاحتواء هذه الأزمة. وأما فيما يتعلق بمسألة ما جاء في البيان السابق، قد يكون لبس عند الناس بأن منع ارتداء أو إلزام ارتداء الكمام الآن يسمح بخروجهم لغير الضرورة. فإحنا نأكد على الجميع ضرورة عدم الخروج إلا للضرورة، وكذلك عدم تجمع أكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة. وإحنا في الحقيقة يعني نشكر جميع المواطنين على التزامهم ودورهم الفعال في الاستجابة للتدابير التي تقررها وزارة الداخلية في هذا الشأن لحفظ الأمن في مملكة البحرين وحفظ الأمن الصحي. نعم، يعني في الأخير احنا نقول أن المسؤولية الفردية هي الأساس في كل شيء. فيعني لو تكلمنا عن التكييف القانوني لمسؤولية الفرد حول سلامة المجتمع. نعم، أولا المسؤولية هي مسؤولية قبل تكون مسؤولية قانونية، هي مسؤولية وطنية واجتماعية. فالفرد لما يحمي نفسه هو بطبيعة الحال يحمي المجتمع، كما أكد سيدي سعادة رئيس الأمن العام في تصريحه اليوم. فحماية لنفسه هي حماية للمجتمع، ويعني لما يحمي نفسه هو بيحمي المجتمع من إصابة بهذا المرض. وأنا متأكد أن هناك إجماع من الدولة والمواطنين بأن المخالفين لهذه القرارات وهذه القوانين يستحقون العقاب، لأن أمن الوطن وسلامة المواطنين وصحتهم مسؤولية عليا تفوق أي مسؤولية. نعم. أكيد، يعني إحنا نضم بعد صوتنا حق صوتك. يعني أنا ممكن كفرد إذا أطالع أن في بعض الناس اللي فعلا يخبرونهم أنه يجب أن تلتزم بالحجر المنزلي، وأشوف أطلع أحس أن دي فعلا قاعد يستهتر بصحة المجتمع مو بس بصحته. بالضبط. يعني بالضبط. لازم يكون عنده وعي أكثر، لازم يكون عنده مسؤولية، إحساس بالمسؤولية. بلا شك بلا شك. النقيب الدكتور عبد الله ناصر المفلاس، ضابط بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، كل الشكر والتقدير لك. شكرا جزيلا. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، لكن بعد هذا الفاصل.
البحرين الناس كل الناس فيهم وفو احساس فيهم وفو احساس وترابها الغالي حق غير من حبها حالفنا ما ينداس حالفنا ما ينداس اهلي في البحرين الناس كل الناس فيهم وفو احساس فيهم وفو احساس وترابها الغالي حق غير من حبها حالفنا ما ينداس الشمس لبرد كثر ذهب عالقول والليل لسنير وحل وسط العيون الشمس لبرد كثر ذهب عالقول والليل لسنير وحل وسط العيون في ديرتي من سنين اهني في البحرين في ديرتي من سنين اهني في البحرين في البحرين يربى اليهال هني في زحمة الفرجان اهني في البحرين لا دني تشغلهم لا هم ولا أحزان اهني في البحرين يربى اليهال هني في زحمة الفرجان
الحقيقة أطباءنا وممرضين وطواقمنا الطبية والصحية جهودهم مقدرة وواضحة جدا، يعطيهم ألف عافية، ومهما تكلمنا عنهم ما راح نوفيهم حقهم. أكيد يا فواز ما بنوفيهم حقهم، يعني أكيد أن الجيش الأبيض وفريق البحرين للتصدي لفيروس كورونا مو بمقصرين في كل الميادين، واليوم بنتكلم مع فريقنا الطبي وبنعرف سوالفهم وطبيعة عملهم هالفترة، وسرنا أنه يكون معانا عبر سكايب بروين علي رئيسة التمريض في مستشفى جد حفص للولادة. يمسيك بالخير. يعني لو تقولي لنا شلون الأجواء عندكم وشلون العيال، خصوصا أن أنت وزوجك تشتغلون في نفس المجال، تفضلي. مساء النور، أنا أشتغل كرئيسة تمريض في مستشفى حفص للولادة، وحالياً دور كانت في البداية كان مرينا بمرحلة تجهيز المستشفى، فجهزنا جميع الأجهزة والمعدات الطبية وهيئنا الممرضات وتم الإشراف والتنسيق والتدريب، وخلال الفترة القصيرة قدرنا نجهز المستشفى لاستقبال الحالات المصابة بكورونا، وكان ذلك بمجهود جميع الطاقم الصحي، وحاليا احنا نستقبل المرضى ونقوم بإعطاء الإحصائيات والتقارير ونقوم بتصنيف المرضى على الأجنحة، وشغلنا يستمر على مدار الساعة واحنا فخورين ان احنا نقوم بهذا الشيء، لان احنا نخدم بلدنا وشعبنا والكل مستعد وعلى اهب الاستعداد لذلك. وعن حياتي الخاصه، زوجي يشتغل بعد كمشرف تمريض ويقوم باستقبال وتصنيف المرضى في المطار، ويكون ويشتغل على مدار يعني ساعات مطوله، فنكون احنا بعيدين عن اطفالنا وفترات طويله، ولكن الحمد لله نحصل دعم من اهلنا، والكل فخور فينا لان كلنا والكل متفاهم ويتفاهم وضعنا، لان كلنا نخدم الوطن. وش اسمه، في النهايه احب اشكركم واشكر شعب البحرين لان لأن يقومون لأنهم قاموا بالتزموا بتعليمات وزارة الصحة، وأحب أشكر الحكومة الرشيدة والقيادة العليا لاتخاذهم جميع الإجراءات الاحترازية في الحد في انتشار فيروس كورونا. شكرا. شكرا بروين، يعني فعلا أي والله، هي وزوجها ما شاء الله في ذي المجال في مستشفى واحد يشتغلون، تخيلي عيالهم في البيت شلون امورهم. لا يشتغلون ساعات طويله، يعني انا اذا في رساله ابي اقولها حق اذا احد من عيال اللي يشتغلون في الكادر الطبي طالع برنامجنا، ابي اقول لكم ان انتم من حقكم تفخرون بامك او ابوك اللي يشتغلون في هذا القطاع، تعرف ان هم اللي قاعدين الحين ينقذون حياتنا، هم اللي احنا يعني ما ندري شو نقول، احنا مدانين لهم بحياتنا في هذا الوقت. اي والله صدق، يعني لهم كل الفخر انهم يفخرون، ولبهاتهم بعد يعني الممرضات اللي شفناهم، الممرضه اللي شفناها هي وزوجها اكيد عيالهم في البيت مع ام الزوجه ولا مع ام الزوج، فيعطيهم العافيه بعد امهاتنا وابهاتنا اللي قاعدين يشوفون عيالنا ويتابعونهم، وحتى موضوع الدراسة بعد يحلون الواجبات اللي موجودة عليهم اللي معاهم اللي على الأونلاين وغيرها. فكلمة شكر وتقدير حق الكل اليوم مثل ما قالت لول، والمجتمع بكبرة سواء من أولياء الأمور من الأطفال مع كل أفراد المجتمع يعطيهم الصحة والعافية. طبعا احنا ما بنترك ملائكة الرحمة، بنواصل معاهم ومع أخصائي تمريض متخصص في مستشفى السلمانية محمد عبد الله. يمسيك بالخير محمد، وقول لنا شلون شغلكم في السلمانية وشلون الوضع عندكم. تفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يمسيكم بالخير والنور والسرور، مشكورين على هذه الإضافة، وأشكر أسرة برنامج مجتمع واعي على هذه الإضافة، إن شاء الله أقدر أخدمكم. عزيزي طبعا العمل الحين في مستشفى السلمانية، طبعا أشتغل في كورونا سنتر، أفضل الحمد لله رب العالمين جهود فريق البحرين. في البداية كانت في مع بداية الأزمة كانت في ضغوطات في العمل، لكن في هذه الفترة أشوف أن الأمور قاعدة للأحسن إن شاء الله.
كان عندنا في البداية شوي ساعات العمل جدا طويلة. في بداية الأزمة كانت 8-16 ساعة، من 8 ساعات صار 16 ساعة 12 ساعة، الحين كل ما جلها تتقلص وتصير في المستوى الطبيعي. بالإضافة إلى بعض يعني المشاكل اللي صادتنا، كان أصعب شيء إن تقبل الناس إلى فكرة البقاء في المنزل أو البقاء في الحجر الصحي. في الوقت الحالي الحمد لله رب العالمين أوكي. بخصوص البيت يعني التباعد الاجتماعي شوي يعني يأثر علينا أكثر. كنا في الكادر الطبي يعني وش أقول لك، خصوص الأطفال والعيال مو مثل قبل. حتى في هذا الوقت يعني الأهل بالنسبة لي أبوي وأمي صار لنا فترة إن أنا حتى سلام بالإيد ما أسلم عليهم، يمكن زياراتي إليهم جدا قليلة. الأطفال حتى قبلات حاضن ما تقدر تسوي هذا الشيء للأسف الشديد في هذا الوقت. حتى الأكل وياهم ما تقدر تأكل، يعني تحاول قد ما تقدر أن يكون أكلك منفصل. بس مع ذلك يعني في إيجابيات في هذا الموضوع. في الأزمة الحمد لله رب العالمين الوعي الصحي مال المجتمع البحريني زاد بشكل كبير، وأشوف أن في نواحي إيجابية جدا كبيرة. خصوص بعد التكاتف الاجتماعي أشوف أن المجتمع البحريني الحين صار عنده دور جدا كبير في العمل التطوعي، في التكاتف حتى المادي. حملة فينا خير الأخيرة كانت أكبر دليل على هذا الشيء. وأشوف أن دور الكادر الطبي بعد أشوفه زار في المجتمع، في التفاف عليه من قبل الجميع. يعني في ناس واجد قاموا يشيلون بدور الكادر الطبي وبعد يبرزون دورهم في المجتمع. أنتون أفضل مثال على هذا الشيء. أشوف عندكم ما شاء الله تواصل كبير في الكادر الطبي. يعطيك العافية محمد، كل الشكر والتقدير لك، وكل التحية لطاقم التمريض والكوادر الطبية في مجمع السلمانية الطبي، لك والكوادر الإدارية كلهم المتواجدين في هذا الصرح الوطني الجميل جدا، الصرح الطبي اللي نعتز فيه في مملكة البحرين. أكيد. وعقب كلامه يعني لو سمعتوا كلام محمد إيش قال؟ قال إحنا حتى أمي وأبوي أنا ما أقدر أسلم عليهم باليد، أنا حتى عيالي ما أقدر أقعد معاهم، ما أقدر أكل. يعني هني نصيحة، قبل تطلع من البيت لأي غرض كان مو ضروري، فكر في كلامه، ترى في ناس قراب كثير من الوضع، في ناس موجودين في يعني في قلب الحدث. هذين هم، هذا جيشنا الأبيض اللي احنا قاعدين نراهن عليهم، هذين اللي نتمنى لهم فعلا ان يردون بيوتهم بالسلامه معافين ما يصيدهم اي شيء. هذين ترى شوف ايش كثر هم قاعدين، هذين عندهم تباعد اجتماعي مع عيالهم فعلا. قبل لا تطلع من بيتك فكر فيهم، فكر ان انت شلون بس بجلوسك في البيت راح تخلي شغلهم يصير اسهل. طبعا نواصل معاكم في هذه الفقره المتواصله مع جنودنا من الجيش الابيض ومع رئيس التمريض في مستشفى المحرق للولاده ورعايه المسنين اختنا العزيزه زينب حسن. زينب يعطيك العافيه ومسعيش بالخير، وقولي لنا شلون التباعد الاجتماعي معاك وشلون حياتك خاصه في هذه الفتره يا زينب. تفضلي يا زينب. مساء النور والسرور، الله يعطيكم الصحة والعافية على هالبرنامج. طبعاً التواصل الاجتماعي مع أزمة كورونا صار اللي هو طبعاً ما في زيارات، ما في شوفة أهل، العمل والبيت والبيت والعمل فقط. التواصل كان عن طريق اللي هو التليفون أو الواتساب، الأهل يتواصلون معاي ويسألون عني. وكان طبعا الوقت اللي ابتدينا اللي هو الكورونا في المستشفى كان وقت العمل طويل من الليل، كنت اقعد في العمل لمده 16 الى 18 ساعه بعيده عن المنزل والاطفال. انا طبعا عندي 5 اطفال، كان في وقت اللي ما في مدارس، طبعا صار انه ما في مدارس وهم قاعدين في البيت عندهم اللي هو الاونلاين ستدي يدرسون، كنت ما ادري عنهم ولا ادري ولا شيء. وعندي طفل ذوي الاحتياجات الخاصه، هاي الطفل طبعا المفروض ان احنا كل يوم نطلعه ونودي برا ونودي الحديقه. في الفتره اللي عشت فيها كنت بعيده عنهم، ما اشوفهم، ارجع البيت كلش متاخر، بس فقط ان كنت وقت اللي ارجع البيت اخذ كل الاحتياطات، جرد اطلعهم شوي اوديهم واعشيهم، بعدين ارجعهم البيت وينامون.
أنا فقط أنام ساعتين لثلاث ساعات وأرد أرجع العمل والحالات الموجودة عندي بال... أما بالنسبة حق الأهل طبعاً ما كنت أشوف أحد لحد الآن، ما في زيارات لأي أهلي لا خواتي ولا أخواني، فقط يكون التواصل عن طريق الوفاء أو الواتساب بس، يعني الأهل والأقارب وقفوا معي في هالفترة، خصوصاً زوجي أشكر زوجي، يعني كان أبا قايم بالبيت كامل يشوف العيال يشوف احتياجاتهم جميع ما يحتاجون، يطلع الولد والاحتياجاته الخاصة، ف يعني الحمد لله ما تأثرت وايد، كنت يعني مطمئنة وأنا في العمل. مشكورين وما قصرتوا وجزاكم الله ألف خير وشكراً لفريق البحر. أنت اللي جزاك الله ألف خير يا زينب، يعني زينب حسن رئيس التمريض في مستشفى محرق للولادة ورعاية المسنين، يعني فعلا احنا نقول انه في وايد كثير من الناس قاعدين في بيوتهم يعملون عن بعد، هذولين يعملون عن قرب، هاي العكس. اي والله هذولين اللي هم السبب اللي خلونا احنا بس مطلوب منا، يعني فواز انا استغرب في المعادله مو متوازنه، احنا مطلوب منا نقعد بس في البيت ونتبع الاجراءات وهم بيقومون بالباقي كلهم. بالضبط. فيعني والله اذا اقولها بحرقنا، يعني كل ما اسمعهم كل ما اسمع ان هي عندها خمس عيال ما تشوفهم ما تقدر تدرسهم تحس بالذنب، يعني احنا كاولياء كامهات نعمل. أيوة. اذا نطول شوي في الشغل نحس بالذنب ان عيالي انا مسؤوله منهم لازم كنت اوفر لهم، وهم الحين يحسون بنفس ذي الوضع، فيعني فعلا يجب علينا ان احنا فعلا نتكاتف ونقوم بدورنا وما نطلع للضروره القصوى. بالتاكيد يعني هذه ما تعتبر من قصص المعاناه، لا هي تعتبر قصص نجاح، نجاح في حب البحرين، في الولاء للبحرين، في عشق البحرين، في عشق المجتمع بشكل عام. المجتمعات اليوم قاعد تأكد على تواصلها وتقاربها، احنا نتواصل ونتقارب عن طريق هذه القصص الجميلة جدا اللي نسمعها عبر السوشيال ميديا، عبر تلفزيون البحرين، عبر الجهات الرسمية، عبر الصحف المحلية. فيعطيك العافية زينب وكثر الله من امثالك انت وكل الطواقم الطبية وكل الجنود اللي قاعد عنهم لولوة في الصف الأول قاعد يحاربون هذه الوباء وهذه الجائحة. طبعا ينضم لنا ايضا الدكتور احمد رضي، طبيب باطنية في مركز ابراهيم خليل كانو للعزل. يمسيك بالخير دكتور، واضح من الصورة اللي نشوفها انك توك راجع من الدوام، يعطيك العافية وقول لنا شلون الأوضاع عندكم. اهلا وسهلا، مساء النور. طبعا انا راجع من الدوام في احد مراكز العزل وهو مركز ابراهيم خليل كانو. هناك احنا نستقبل المرضى المصابين بالفيروس، نستلمهم ونتابعهم بشكل يومي وإلين ما نقدر نلخصهم البيت. طبعا يعني في كل مرة أرجع فيها من الدوام إلى البيت يعني أحاول قد ما أقدر أني أول شيء أغير ملابسي وأحاسب في تعاملي مع الأهل في البيت، خصوصا مع بنتي في البيت، و يعني بحكم طبيعة عملنا في المركز يعني نتعامل فيها مع مرضى مصابين بالفيروس، مطلوب منا احنا كطاقم طبي تمريضي ان نعمل فحص المسحة مرة كل اسبوع، وفي اليوم اللي نعمل فيه المسحة لما تطلع النتيجة سليمة شوي يعني نطمن لما نرجع البيت لأهالينا. طبعا كل هذا نبذله في سبيل ان احنا نعدي هذه الفترة في اقرب وقت ممكن وباقل الخسائر ان شاء الله. هذا الشيء ما بيتحقق الا ان شاء الله بتعاون الجميع في كل موقع من المواقع وتعاون جميع أفراد المجتمع. شكراً على استضافتكم ويعطيكم العافية. شكراً لك العافية. يعني دكتور أحمد، وفعلاً أمس لما انطلقت الحملة في النخير كان نراهن على أن البحرينيين فيهم خير وراح يساهمون في هذا الشيء. هذين فواز ساهموا بوقتهم، ساهموا بصحتهم وبعافيتهم في هذا الوقت الصعب. اي والله صدقتي يا لولو، يعني كلمه شكرا قليله في حقكم، كلمه ما قصرتوا بعد قليله في حقكم، يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله، ونتمنى احنا بعد نكون معاكم في هذه الصفوف في المستشفيات وغيرها.
طبعا اطبائنا وممرضينا وفنييننا واداريننا يعطيكم كلكم العافيه جميعا. ولنا يعني ولين قلنا هم جيشنا الابيض يا لولوه فهي كلمه قليله في حقهم فعلا. فرسان الميدان انتوا في جهود مكافحه فيروس كورونا. اي والله صدقت يا فواز، الله يعطيهم العافيه. هذا هو التحدي الصحيح، عكس لنا كل اللي تمتع بهذا الوطن من كفاءات وشفنا يعني شلون تلاحم البحرين واهلها وبساله نادره شفناها من هذين الاشخاص اللي موقفين في وجه الخطر. الله يحفظكم ويحفظ البحرين من كل شر ومكروه. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات برنامج مجتمع واعي. فينا خير وبنساعد الغير، خلونا نتكاتف علشان هالديرة، متحدين ومتعاونين بنتجاوز هالمرحلة ونحد من انتشار كورونا. احنا بحرينيين، احنا بحرينيين، فينا خير وبنساعد الغير. حياكم الله من جديد تحت رعاية سعادة النائب أحمد محمد العامر، وبالتعاون مع فريق متواجدين بصمة خير التابع لجمعية بصمة خير تم إطلاق مبادرة لتعقيم مدينة عيسى ومدينة زايد، حيث انطلقت هذه الفعالية اللي شارك فيها أكثر من 40 متطوع ومتطوعة. بالفعل هذه الحملة تم من خلالها تعقيم المنطقتين على فريقين، واستهدفت العملية تعقيم المحلات التجارية ومجمع مدينة عيسى ومحطة النقل العام ومدينة زايد، كما تم توزيع أكثر من 2000 كمام، وتم خلال الحملة توعية العمالة الأسيوية في جميع المحلات التجارية بالمنطقتين. الزميلة شوق العثمان رافقت المنظمين وياتنا بهذا التقرير، خلنا نشوفه معكم ونرجع نستكمل باقي فقرات برنامج مجتمع واعي. روح وطنية ممزوجة بالطبع الأصيل والطيبة اللي أهل البحرين مشهورين فيها والفزعة اللي يفتخر كل شخص لمن يتكلم عنها، كل يوم نشوفها في هالأرض الطيبة، واليوم شفنا جزء منها في مدينة عيسى. هذه الحملة لجمعية بصمة خير لفريقها التابع لها اللي هو متواجدين بصمة خير، وهذه الحملة تقريبا الخامسة اللي قمنا فيها من أول ما طلع الفيروس، ووقفة مع البحرين وكلنا من فريق البحرين بإذن الله. وشعورنا أن مهما سوينا حق هذه البلد وحق هالمملكة بعد بنكون مقصرين. يعني كل شخص متطوع يكون معانا في متواجدين جمعية بصمة خير يكون متدرب من الدفاع المدني ويكون متدرب من الهلال الأحمر. شخصيات سياسية وعامة وأهل المنطقة والمتطوعين كلهم اجتمعوا لهدف واحد وهو خدمة هذا الوطن المعطاء. أنا جدا سعيدة اليوم أن أنا أشارك في هذه الحملة الوطنية، لأن على كل مواطن بحريني أنه هو يوقف في هذا الوقت اللي ديرتنا محتاجات لنا إياه. بتكاتفنا وتعاوننا مع بعض راح نسيطر على هذا التفشي الكورونا في ديرتنا. شعور بصراحة لا ينوصف بالجهود الجبارة اللي الكل قاعد يسويها، وأنا وظيفتي الأساسية كمدرس وحاليا التدريس صاير عن بعد، ففي وقت فراغي أنا متطوع مع الجمعية وأنا متطوع مع الحجر الصحي، ونحاول نخدم البلد بقد ما نقدر. ومبادرة الشيخ ناصر الله يجزيه خير والكل قاعد يتساعد فيها سواء من أشخاص ومن شركات خاصة وجهات كامل. يعني هاي أقل شيء إن الواحد يسويه حق ديرته، يعني طول اللي تربى عليها وأكل من خيرها، هاي جزء يعني ولا شيء بسيط من الواجب إن إحنا اللي نسويه. هالمشاهد هي فخرنا، وهالأعمال هي اللي نفتخر فيها قدام العالم. أهلنا وربعنا كلهم مجتمعين لأجل أمهم البحرين. جهود كبيرة يقومون بها أهالي البحرين والمتطوعين أيضاً، والناس البسيطة اللي حاولت تعمل أي شيء لأجل هذه الديرة. هذه هي البحرين وهذا أهلها. شوق العثمان لبرنامج مجتمع واعي.
اي والله هذه البحرين وهذه اهلها يعطيهم الصحه والعافيه كل المشاركين في هذه الحمله وغيرها من الحملات اللي موجوده في مختلف محافظات البحرين الاربع. طبعا الحديث اكثر عن هذه الحمله معنا في الاستوديو سعاده النائب احمد محمد العامر عضو مجلس النواب، مساك الله بالخير وسعد اجنب بوجودك معنا. مساء عليكم بالخير اخوي فواز واختي للوى ولجميع المشاهدين. يا مرحبا فيك. لو بنسالك عن هذه الحمله، شلون نشوف الحمله التعقيميه اللي قمتوا برعايتها اليوم؟ قبل الله ابتدي الله يسلمك، اذا ودي بسواصل شكر وتقدير لكل المساهمين في هذه الجهود، فريق البحرين طبعا على راسهم سيدي جلاله الملك موجه الاول لفريق البحرين بالاضافه لفريق البحرين بكل قطاعاته، وانتم لكم دور ايضا. يمكن احنا امانه ما وصلنا يمكن بقرارات اللي ممكن تكون شديده مقارنه مع دول حتى الجاره والشقيقه، والسبب دوركم فريق الاعلام طبعا ودور الفريق الطبي. احنا يمكن نقضي ساعات في العمل التطوعي وفي التوعيه وفي التعقيم وتوزيع الكمامات، كل هالساعات ما تضاهي ثانيه واحده من وقفه شخص واحد من الجيش الطبي اللي سميته الجيش الابيض. الجيش نعم. الابيض. بالنسبه طبعا حق حمله التعقيم، طبعا جاءت هذه المبادره من جمعيه بصمه خير، كل شكر وتقدير طبعا حق اداره هذه الجمعيه ورئيسها الاخ عمر بوهيله. طبعا انا في هذه الجمعيه الرئيس الفخري. جاءت هذه المبادره وكوننا فريق، وكنا نتمنى من 40 الى 50 شخص في هذا الفريق. امانه ارسلنا رساله حق الشباب البحرين المتعطش جدا حق المساهمه في اي مجال، ان كان تحقيم، ووصلنا الى مرحله ان كان في افكار عندنا حق التنظيف ايضا. جميل جدا. فقبل ان نبتدي هذه الحملات طبعا اهلنا الفريق، وشكر موصول ايضا لوزاره الداخليه المعنيه طبعا في هذا الموضوع، اداره الدفاع المدني وفروا لنا التدريب الصحيح، فاهلنا المجموعه بحيث انه يساهمون معنا في التعقيم وبيننا فعلا. يمكن تقرير قط فقط المنطقه الجنوبيه او الدار الاولى من تعيس ومن الزايد، لكن امانه احنا بدينا اول مرحله كانت في سوق المحرق، وكان هناك تعاون كبير من كثير من الجهات اللي سهلوا امورنا. بالتالي انتقلنا المرحله الثانيه كان سوق الرفاع، وتواصلنا مع امانه واحده من الفراغات الجميله، تواصلنا مع رئيسه مجلس النواب معالي رئيس فوزية زينل بحيث ان ذاودها ان تساهم معانا، وفعلا لبت هذا النداء دعم للشباب والدعم لهذه الجهود الوطنيه، وكنا نتوقع انها بتكون معانا لفتره بسيطه. امانه كانت احدى العاملين معانا مثلها مثل اي عضو عادي تحت قياده الفريق، واستمرت معانا من الالف الى الياء من البدايه للنهايه، فلها كل الشكر والتقدير ام محمد رئيسة مجلس النواب. طبعا هذه الجهود كلها على بعضها لا شك ان احنا في فتره تاريخيه مملكه البحرين، وتاريخ البحرين يسجل من يساهم في مملكه البحرين بشكل ايجابي، وشباب البحرين امانه يحتاج فقط اشاره، ما يحتاج اكثر من اشاره، مستعد يلبي الواجب في اي مجال، ان كان تعقيم، ان كان توزيع، ان كان حتى التنظيف. مثل ما قلت لكم كانت في مرحله يمكن مريناها يمكن كان في قصور في التنظيف او ما شابه، مستعدين هذا التيم ان ينظفون حتى البحرين وما عندهم اي مشكله. مثل ما قلت لكم يمكن كنا نتوقع 40 ل 50 عضو في هذه المشاركه، وصلنا 500 عضو في يوم واحد. 500 عضو. يعني تعرف الجميل سعاده النائب ان القبعات تلبسونها بطريقه جميله جدا في هذه التحدي. يعني استضفناك كنائب وتكلمنا صحيح. عن الدور المجلس في هذا التحدي، واليوم هني نستضيفك كرئيس فخري لعمل تطوعي، وجميل عندما نسمع بأن رئيسة مجلس النواب تقوم بنفسها بعمل تطوعي دعما للشباب ودعما للبحرين في كل الأوقات. ولو تكلمني أكثر عن شلون كانت الفكرة 40 وصلتوا 500، ولو تعطينا من القصص اللي شاهدتها من المتطوعين من هذا الشغف، احنا هذا اللي نبي نعكسه، نبي نراوي البحرين العالم كله ان البحرينيين اهل تكاتف واهل فزع من زمان لليوم. صحيح، انت اختصرت، هو الاجابه جدا سهله طبعا على هذا الموضوع. مثل ما قلت لك فريق البحرين كل شعب البحرين، ونحتاج في هذه المرحله تضافر الجهود وهذا التفاعل الاجتماعي سواء من الاجهزه الرسميه كافه قطاعاتها بالاضافه الى الشعب البحرين، هذا اللي اثمر منه ان نطلع بهذه الامور. من ناحيه القصص الجميله اليوم كنا نحتاج امانه يعني مدينة عيسى كبقعة جغرافيه شوي كبيره، فكل التيم وصل قام بالواجب، كل واحد مهمته معروفه من ناحيه تعقيم وترتيب واعمال لوجستيه، فاحتاجنا يمكن مجموعه بسيطه ان تروح مدينة زايد، نحتاج نص التيم، فقلنا لهم من يبي يروح الكل رفع يده، من ما يبي يروح
ما حد رفع يده، فرحنا التيم كامل مره ثانيه لان الكل متعطش يبي يختم هذه الديره. طبعا مهما كان مهما عملنا لانه في مملكه البحرين دينها كبير علينا، والكل مستعد انه هذه الجهد والوقت او المال شيء يروح، لكن البحرين قالي على الجميع، وما اعتقد ان في احد بيبخل على البحرين سواء جهد او وقت او مال. عيل فينا خير لا شك. طبعا لازم نثني عاد ونظري سمو الشيخ ناصر، وللعلم يمكن ناحيه تقديم المقترح بدايه يمكن 3 أو 4 أسابيع ترى اخوكم المقدمه في مجلس البرلمان اقترح صندوق تكافلي، وشيء الجميل ان شفنا واقع بتوجيه سمو الشيخ ناصر بن حمد له كل الشكر والتقدير على هذه المبادره، واللي بتساعد لا شك مسانده كبيره بس تكون حق فريق البحرين لتحقيق المنجز اللي احنا نطمح له باذن الله وننتصر على هذا الافه. امين يا رب العالمين. انا شفت من خلال التقرير ان عدد المتطوعين عدد كبير، مثل ما قلت لك بديت ب 40 وصلت ل 500، لكن اللي شفته الجميل جدا من الجنسين كانوا متواجدين، يعني شفنا من العنصر النسائي متواجد معاكم في الحمله، شفنا شباب صغار، شفنا شباب كبار، لا اله الا الله عليهم. صحيح. انا معك طبعا مثل ما قلت لك ذا البحرين نادت الكل يلبي، وفعلا احنا الفريق يمكن من 40 شخص، عدد الشابات اللي معانا تقريبا 16 شابه معانا يساهمون ويعملون مثل ما يعمل الشاب، فتضافر الجهود هذا وقته. نعم. اي والله هذا نعم. وقته. أيوة. هذا هو التحدي يعني. الله يحفظه صح. سمو الشيخ ناصر ملهم، ملهم حتى في العبارات اللي يختارها، يعني انا الحين وانا قاعد اقول فينا خير تذكرت مال الزعامه غير شعب الزعامه. نعم. قلت ان هذا القائد الملهم مو بس يقدر يخلينا يقدر يطلع احسن ما فينا، لا بعد يقدر يخلي عندنا كلمه نستخدمها على طول. أيوة والله. فاحنا الحين نراهن العالم كله ان احنا فينا خير. فينا خير فعلا، ويعني مثل ما قالت لولو، مثل ما شفنا قدام جميع من تابع تلفزيون البحرين امس وعدد التبرعات والمتبرعين والمبلغ اللي وصل له ولا زال مستمر، والباب مفتوح للتبرعات لنهايه هذا الشهر الفضيل. نعم. شهر رمضان المبارك بالتاكيد باذن الله. يعني قبل شوي كانت تتكلم لولو معاك عن العدد اللي ارتفع من 40 ل 500، وشفنا معاك شلون المتطوعين كانوا متواجدين، هل كل هذه الاعداد تلقت التدريبات في الاداره العامه للدفاع المدني، ولا انتم بعد ما خذيتوا التدريبات من الاداره العامه للدفاع المدني دربتوا غيركم عليها؟ احنا طبعا حريصين جدا اول شيء على سلامه كل متواجد معانا في هذه الحمله، طبعا المدربين لهم عملهم الخاص من ناحيه استخدام الاشياء الكيميائيه بالضبط. وخلطها الناس حق الناس اللي ما عندهم تدريب طبعا عندهم وظائف ثانيه ممكن يكون في اللوجستيه ودعم الفريق. جميل. بس امانه يعني لا شك احنا تعليماتنا جدا سليمه حق حق هذا الفريق، وعندنا شخص موجه مؤهل حق انه يكون قائد هذا الفريق. نعم. مدرب وعنده مؤهل اكاديمي بحيث انه يكون توجيهاته سليمه، وهدفنا مثل ما قلت لكم نحافظ على المشاركين. الحلو ان انتم تشاركتوا في كل مكان، اول ما دخلت كونك عضو مجلس نواب انا انعكس في بالي ان انتم نظفتوا او قمتوا بتعقيم المنطقه اللي تتبع دائرتك، لكن لما قلت لي محرق وبعدين رحنا وبعدين قلت لا الحمد لله. زعيل وين خططكم بعد عقب مدينه عيسى ومدينه خلي اطلع من ذي الموضوع. طبعا هذه واحده من الجمعيات، انا مشارك مع اكثر من فريق في حملات تعقيميه، وايضا يمكن سمعتوا عن فريق جديد فريق سواعد لتوفير كمامات، ايضا احنا مساهمين مع هذا الفريق لدعمهم وتوفير كمامات نظرا للنقص الموجود، فالعمليه مفتوحه، البحرين كلها بحرين، ما عندنا تحيز. بدينا في محرق وثنيناها بالرفاع والحين في مدينه عيسى، وبنرجع مره ثانيه محرق خلال هالاسبوع، وبعدها سند خلال هالاسبوع ايضا، فالعمليه مفتوحه عندنا، وامانه حتى الفريق عندنا من كل مناطق البحرين من قراها ومدنها، فهذا شيء جميل ايضا من ناحيه الفريق وتشعبه. شالوا المناطقيه فواز. ايوه شالوا المناطقيه. ايوه لا خلاص ما في حدود. خلاص ما في حدود، هاي بحريننا. تفاعل المواطنين شلون معاكم يا احمد؟ لأقصى ما تتوقع متعاونين ويحيونا حتى واحنا قاعد نشتغل، اللي بيصور معنا واللي يشكرنا ويثني على جهدنا، فهذا شيء جميل، واللي يقول لك تعالوا سووا هني وتعال عطم هني يقترح عليك مبادرة في مبادرة طيبة. وأيضا من ناحية التوعية هذه يمكن الدور يمكن الأكثر، يعني أنت بتعقم يمكن هذه يحفظك لمدة معينة، أو إذا كان في مكان ملوث بيشيل هذا التلوث، لكن التوعية هي اللي بتتم. والشيء الجميل أيضا من عدد الفريق، أنت عندك 500 متطوع معناته عندك 500 عيلة عندها وعي بالضبط. فهذه احنا مشاركين لو يكثر العدد حتى يوصل
2000 3000 احنا ما عندنا مشكله. صحيح. فالوعي اللي دربناهم الجماعه توصلهم الافكار ممكن تنعكس على مناطقهم شعب وفرجتهم وعوائلهم، فهذا يعني بعد يخدمنا من ناحيه ثانيه مثل ما اسمكم مجتمع واعي او اسم برنامج مجتمع واعي، احنا ايضا مساهمين معاكم في هذا التفاعل ونوصل رسالتكم عن طريقنا. احنا كلنا نكمل بعض طال عمرك، وشكرا لك سعادة النائب احمد محمد العامر عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا. يعطيكم العافيه ومشكورين على التوقيت. فاصل ونرجع نواصل معاكم. لو سالتوني شنو تعني لك الحياه؟ الشغف، رغبتي المتواصلة في أني أرسم لوحات ما تنتهي، لكن حلم وشغف كل شخص ممكن ينتهي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا مريم أعاني من نقص المناعة، الموضوع اللي يخلي انتقال الفيروسات لي سهل إذا اللي حواليني ما أخذوا احتياطاتهم. حياتي حق، عاملها كأنها حياتك. مبادرة وحملة فينا خير فعلاً تشجع على فعل الخير وتزرع في نفوس حتى الأطفال والشباب روح المسؤولية والمساهمة الاجتماعية، وشفنا اللي نشره سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عبر حسابه الشخصي في الانستغرام حق صورة للطفل خالد ياسين اللي كسر حصالته للتبرع بكل ما فيها لصالح حملة خير. أي نعم يا رولو، مما شاف هذا الفيديو وهذه اللقطة البراءة والعفوية من الأطفال وحرصهم على التبرع يبين تفاعلهم الوطني وحبهم للبحرين. طبعا احنا نقول لك يا خالد الله يكثر من امثالك على هذه اللقطه. خلينا نشوف معاكم هذه اللقطه، لقطه لخالد وهو يكسر حصالته الله يخليه، حبا في البحرين، حبا في الوطن، تقديرا للمساهمه، يعني هذه عفويه الاطفال. ما فكر من وين بيب البيزات سيدة راح حق حصالته، احنا عارفين الحصاله شو تمثل الطفل، شنو اللي قاعد يترجاه من خلال هذه الحصاله اللي يجمع فيها، اكيد كان في باله شيء يبي يشتريه، شيء في خاطره يبي ياخذه. تكسير الجميل أكثر أكيد مسهل على الطفل أبد. والأجمل من كذي أن الأهل شلون يربون عيالهم على حب البحرين من يوم هو صغير، عمر ما بينسى هذه اللحظة. أصلاً تشريف أن حط صاحب السمو الشيخ ناصر حط صورته في حسابه الشخصي، هذه راح تذكرها طول العمر، راح يقول أنا كسرت حصالتي عشان خاطر البحرين. أكيد. والبحرين مو بس تفداها أرواحنا، تفداها كل شيء. هذه عيال البحرين، هذه أهل البحرين، يعني فينا المواطنة لأجيالنا القادمة نوزعها ونورثها لهم مثل ما أهلنا ربونا. أيوة على حب البحرين، احنا بعد لازم نربي احنا ورثنا يعني. ونورثه طبعا مع مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا، أطلقت وزارة الصحة خدمة التطبيب عن بعد عبر استشارات بتقنية الفيديو. بالفعل يعني تطبيق جميل جدا، وأكيد كلنا نقدر نستخدمه ونستفيد من خدمته اللي قدمها عن بعد. خلونا نتابع هالمقطع اللي نشرته وزارة الصحة في مواقع التواصل الاجتماعي. عندك أدوية حاب تجدد وصفتها؟ عندك استفسار لأي مشكلة صحية؟ عندك أي تحاليل حاب أن أنت تسويها أو تعرف نتائجها؟ كل اللي عليك تسويه أنك تتصل على الخط الساخن لحجز موعد مع طبيبك لخدمة التطبيب عن بعد. المواقف هي اللي تبين معادل الناس في مثل هذه المراحل الصعبة. اليوم الوطن محتاج وقفتك. بالتأكيد لو المواقف اللي تقدمها لوطنك مو فقط مساهمتك المادية أبد، وقفتك ممكن تكون بوعيك الكبير، بثقافتك الواسعة، بالتزامك بالإجراءات. اليوم وطننا قدم لنا أكبر من اللي كنا نتوقعه، قطاع صحي متين، كفاءات طبية وطنية، أجهزة ومستشفيات، كل شيء نحتاجه الوطن وفره لنا. لكن باقي شيء واحد بس، هو التزام كل واحد منا بالإجراءات والتوجيهات اللي تهدف لحمايتنا كلنا سواء مواطنين ولا مقيمين. أكيد وطنيتك اليوم
هي وقفتك مع هذا البلد اللي وفر لك كل سبل الراحة وسبل التقدم والتعليم والرقي، ولازلنا مستمرين بإذن الله وراح نرتقي للأعلى وللأعلى بإذن الله. وطننا تجاوز العديد من التحديات، لأن ليش؟ لأن يراهن على شعبه الوفي والتفافهم حول قيادتهم الله يحفظها. وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم، كونوا بخير دائما، كن ملتزم وكن واعي. مع السلامة.